اسمي نايلة جعجع بي كمال وامي ملاك وعندي اخت اكبر مني اسمها ديما عندي خي هو بالمبدا اصغر مني بس اسم الله عليه اسمه رمزي نحن من بيت جعجع بس نحن مش جعجع شمال نحن جعجع جنوب نفوسنا بالنبطيه بحي السراي امي هالصبر وهالاستيعاب وهالطوله البال ما مش ممكن انسى ليه يعني لانه دعمتني بكل شيء انا عم بعيش حاليا مسار كثير مختلف عن مسار امي بس مش ردة فعل عندي رؤيه كثير واضحه لشو بدي اعمل بس ما في نهار مثل الثاني كاركتيري كثير بيشبه كاركتير بي بالتعاطي مع العالم ما بنسكت كل الوقت دائما عنا اراء بحيالله شيء أحلى شيء كان عندي إن أروح على المدرسة كتير غريب كنت شاطرة كنت كل الوقت دافع عن التلاميذ وما بسكت عن الغلط كنا نعمل كتير نشاطات اجتماعية يعني من أنا عمري 10-11 سنة أباغي السوسيال كنا نعمل سبور كنا نعمل فولي كنا نعمل باسكت حب كتير سباحة حب البينبون نيلم أقرب صديقة لإلي وأقدم صديقة لإلي كمان نايلة مش بس كانت شاطرة نايلة كانت ديليجي دو كلاس أكيد بس كمان صارت ديليجي دي تابليسمان يعني كانت تمثل كل الطلاب مع الإدارة نايلة بالنسبة إلي هو شخص كتير مميز يعني ما بعرف حدا مثله شو الحقيقة كان بدي أعمل بسيكولوجي أنا كان بدي أعمل علم نفس بصراحة كان خيار كتير براغماتيكة يعني إنه كنت شاطرة وكنت عاملة سيانتيفيك وقدمت على الاي بي بي مهندس فكانت الفكرة إنه بكفي وبستلم مكتب أو شغل بي بعدين حسيت إنه لا ما بيشبهني أبداً هيدا الخيار وقفت الهندسة وكفيت حقوق عن جد رجعت لقيت حالي إنه أنا بحب الحقوق بحب دافع عن العالم بحب المجال الإنساني كتير بحب المجال الاجتماعي كنت عم بدرس وبذات الوقت كنت بشتغل يعني انفتحت على أشخاص أنا مش بالضرورة بمسار التقليد كنت حانفتح عليهم وبتخيل هذا كتير نمالي شخصيتي وقت اللي كنت تاني سنة جامعة كان بدنا نجي نقرأ القوانين إن كان من ناحية التربية الاقتصاد وكان في شيء خاصه بالحريات الخاصة وكان يمكن هيدا هو إذا بدك نقطة الانطلاق لفتت بين القانون والسياسة يعني. أكيد كتير أثر إنه أنا جاية من عائلة تاريخياً عائلة سياسية لأنه اضطريت فكر بكتير أمور صار في كتير نقاشات ولأنه بمحل اخترت مسار شوي مختلف حرب تموز أنا كنت بعدني شيء مخرجة من الجامعة مخلصة حقوق كان بدي مفروض عم بقدم على فرنسا كافي ماستر بفرنسا بعد 3-4 ايام علقت الحرب بلشنا بالمطبخ عند امي نجيب ورق تواليت نجيب ادويه وكنا عم نروح على المدارس لانه اول شيء فتحت كانت المدارس الرسميه كانت عم تستقبل النازحين وبعدين صارت جنينه الصنايع هي الاساس عملنا حركه اسمها حركه مواطنون بلشنا 10 بهيدا البيت صرنا 200 شخص كان من أكثر الأيام اللي بحس إنه أنا بدي أكون بهذا البلد وهذا البلد فيه شيء ولازم نكون عم نبني عليه وبلشنا شغل كنا على القليلة بنهار نأمن أكل وحاجات بحدود بين 4000-4500 شخص كفيت الماستر عملت قانون دولي بفرنسا وعشت 9 أشهر ما جيت فيهم على لبنان أول عمل سياسي قمت فيه كان بموضوع شطب الطائفة يلي هي انك تروحي على الدولة وتقولي لهم انا ما بدي يكون علاقتي مع الدولة من خلال الطائفة وبدي شيل القيد الطائفي عن نفوسي دائما كان عندي رغبة انه فوت بحزب سياسي دائما من انا وبالجامعة واعتبرت انه الاستحقاق الانتخابات البلدية هو محطة نحن ممكن كمجموعة اشخاص نختبر حالنا بالعمل السياسي فاول شهرين ثلاثة كانوا كتير صعبين وإذا بدي أقول لك يعني أنا وقفت حياتي وقفت حاولت قد ما فيي بشغلي ما قصر بس كمان قصرت بشغلي قصرت مع عائلتي قصرت مع أصحابي وخلص يعني بتحسيها بتفوتي بترانس وعشنا هيدا الشيء 7-8 أشهر فهمت قد إيه بيروت مدينتي هزتهم عن جد هزتهم وخلص فهموا إنه في مجموعة بالبلد اللي هي كانت المجموعة الصامتة لا صارت موجودة وعم يطلع صوتها لنايلة حدا ممكن يتخطى حاله يعني يتخطى إذا هي زعلانة أو هي مش منيحة أو هيدا نايلة حدا ممكن يتخطى حاله لأصحابه حدا فعلا ألهمني بحماسه وبنشاطه وبذكاءه وبهيك قدرت على تقود شباب وهي معظم الأحيان كانت تكون أصغر منهم أسسنا وقت حملة اسمها حلوة
وبعدين صارت اوعى وبعدين صارت خلاص. فبلشنا نتنظم كمجموعه اشخاص وهيك بلشت اشتغل انا ونايلة بالشان العام بالنشاط السياسي. يعني المكتب الحمله نايلة كنت تنام هنيك نوصل الصبح نايلة بعد قاعده بالمكتب يا اما عم تحضر بيانات يا اما عم تدقدق لناس يا اما عم تجرب تجيب تمويل. ونايلة كنت من الاشخاص اللي اسسوا بيروت مدينتي بهديك الفتره. كل ما بدي اعمل شيء مجنون وماني مأكدة منه بس هيك في شيء جوا عم بيقول لي انه بلا لازم ينعمل، اول انسان بدق له هو جيلبير. منا بس قصة محطات، انا بقشع حالي بالعمل السياسي، بقشع حالي بالشأن العام. كثير بحب العالم، بحس انه احلى شيء بالدنيا هي العلاقات الانسانيه. انا من احلى اوقات بقضيها هي لما اكون بالسيرفيس، ما بسوق، مقرره ما اسوق. انا بعتبر حالي انسان عن جد مبسوط، مبسوط يعني بفيق مبسوطه. بدي احس انه انا فيني اختار. انا بخاف افشل، كثير بخاف افشل. بحب بلدي، ما بدي فل.